مجتمعنا انه البنت ما بصير تلعب بابا، واني بكره هذا الاشي، فاني بحسها انه مش للاولاد، كمان في للبنات. نحن ساكنين مخيم الزعتري 6 سنين. اول سنه ما كان في مدارس اول شيء، ولا كان في مواقع، فبعديها كان في انسة اردنيه هون فوتتني على الموقع وصارت تخليني امارس كره القدم. بل شوي شوي فصاروا يؤسسوا مرمى وملعب أمارس حتى صرت أعرف ألعب كرة قدم، أعرف قوانينها. حرية لعب كرة القدم كانوا يشجعوني عليها أهلي. الحياة هون ما كانش عادلة للبنات السوريات، إنه أهلهم ما كانوا يخلوهم يطلع يسجل مواقع أو مدارس. أمنيتي للبنات السوريات إنهن ما يروحن دغري يتجوزن بعمر صغير. البنت لازم تكون نفس الشاب، إنه نفس الحقوق إلها، تلعب طابة، تطلع وتروح تيجي، تشارك بالمهارات الرياضية والمدارس والتعليم. الحق مثلها مثل الشاب.